أهلا بكم. خلونا اليوم نتعلم الأو. هالأو كمان فيها حرفين صوتي، وهدول كمان ينلفظوا ورا بعض، وهون كمان التجديد بيكون على الحرف الأول مثل في هالأمثال التالية بالألماني. aus haus lau. في هالأو أول حرف صوتي بيكون الآ القصيرة، والتاني حرف بيكون الأو القصيرة. اسمعوا مرة تلخ. أو أو. يلا خلونا نتعلمها تاني مرة، وأنا أقول تقدرون تلفظوها بلا صعوبة. لاوس Pfau auf. ما في كتير صعوبة، صح؟ أوكي، باي باي، وإن شاء الله إلى مرة الجاي.